شرف لنا ان شاء الله، وهذا نهار كبير، وهذا النهار كاع القنيطره كلها الحمد لله رحلات وتحولات لمدينه وجده، والصعود ان شاء الله غادي نجيبوا اليوم ان شاء الله 3 بوين ديالنا ضروري ان شاء الله. ومع النادي القنيطري، مع النادي القنيطري قاسينا وتعذبنا وشكينا وبكينا، والحمد لله اليوم شفينا وبرينا، وبجهد الله اليوم الصعود غادي يكون ورضاة الوالدين وهاد الجماهير كل اللي حجات لهاد المدينة وجدة، والفوز ان شاء الله الرحمن الرحيم. وعندنا الحمد لله مسيرين زوينين، وعندنا مسيرين، عندنا رئيس مرضي الوالدين، وان شاء الله غادي يكون غير الخير ان شاء الله. وهذا ان شاء الله اليوم غادي القنيطرة غادي ترجع لديك المكانة ديال اللي كنا كنتمناو شحال هادي، وكنتمناو الخير لهاد الجماهير كلها وهاد كل امور القنيطريين كاملين، وما شاء الله غادي يكون واحد النهار مميز اللي غيبقى في التاريخ. اولا متواجد هنا في المدينه ديال وجده، اولا كواحد لونسيان جوار دزت في الفئات ديال النادي القنيطري، بروموسيون ديال جاكي عبد السلام الضو فيريرا البناني الكور قطبي، واحد الكليكه اللي دوزت انا واحد المده ديال سنين، سومينيم مينيم كادي جنيور بي حبس. اليوم كمشجع النادي القنيطري وكقنيطري كفنان كنمثل الفنانه القنيطريين على اعتبار انني فنان مسرحي وسينمائي، جيت نمثل هذا النوع ديال 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 الشريحه ديال القنيطريين. جاي اصلا انا ما جاي لا نتفرج لا في الماتش لا والو، جاي ندي ثلاثه النقاط في يدي نديها معايا ان شاء الله. وعدتهم في واحد الانترفيو كانوا داروا الاخوان في الطريق فاش كنا جايين واحد اللايف، قلت بانني كنوعدكم القنيطريين غندي معايا ثلاثه النقاط، الا ما ديتش ثلاثه النقاط غندي معايا ثلاثه اللعابه نسرقهم من هنايا. اذا حنا كنقول لك هذه الطريقه ديال الكلام هي نوع من التفاؤل اللي نبان ليا الحمد لله كاع القنيطريين. وباش نقول الناس اللي في قنيطره، لا الناس الكبار ولا الصغار ولا اللي ما تحتش لهم فرصه يجيو، ان وجده كلها خضراء، راه ما كاينش شي بلاصه اللي ما تشوفش فيها اللون الخضر، والخضر بالنسبه لنا كفنانه هو رمز ديال الخشب والعطاء، بمعنى النتيجه اليوم ان شاء الله غادي تكون مزيانه. وصلنا واحد الخبر ان المكتب النادي قنيطري واللاعبين كلهم متفائلين على اساس ان النتيجه غادي تكون مزيانه، فالحمد لله الامور لحد الان كلها مزيانه وكلها ايجابيه وكلها كتبشر بان النتيجه غادي تكون ان شاء الله الصعود من وجده، وغيكون هذاك المقابله النهائيه ديال البطوله ما هي الا استعراضيه، ونتيحوا فرصه للدراري اللي ما لعبوش يقصروا، والجمهور ينشطم راسو في الماتش الجاي. المساله اللي بغيت نشير لها هو انه بالنسبه ليوم فاجاتني بزاف د الحوايج، كاينين دراري اللي جاوا في ماطر، كاين عباد الله اللي جاوا في مينيبيسات مزحومين غير يجيو، وكاين انواع ديال الشرائح، كاين 70 عام 30 عام 16 عام، وكاين حتى ذوي الاحتياجات. تشكروا الجماهير الحاضره، انا تنظن بقاو العائلات قنيطره، قنيطره كامله تحولت لمدينه وجده ان شاء الله، يكون الصعود من هنايا، ونتمناو الخير، نتمناو الخير للفريق ديالنا ان شاء الله من هنا القسم الثاني ان شاء الله القسم الاول، وفريق راه تاريخي، خصنا نلعبوا على الالقاب. ما بقاوش عندنا الهدف محدود، كان عندنا الهدف نلعبوا على الالقاب ولا عندنا الهدف نصعدوا للقسم الثاني. الحمد لله بعد ما جاء هذا الرئيس الحمد لله السي حكيم دومو وضافر الجهود ديال القنيطريين كاملين، شتي فاش يكونوا القنيطريين كاملين متحدين هذه هي النتيجه ان شاء الله. نتمناو الخير لفرقتنا، وانا عندي واحد الذكرى، صعدت مع فريق الاتحاد الاسلامي في هذا الملعب هذا، مع فريق الاتحاد الاسلامي في هذا الملعب، ونتمنى تصعد النادي القنيطري في هذا الملعب ان شاء الله اليوم. نتمناو الخير للفريق ديالنا، وتنحيوا جميع القنيطريين والقنيطريات اللي تيساندوا النادي القنيطري في هذا الموسم، وكل من ساهم ولو بكلمه طيبه، جميع من ساهم في هذا الانجاز ان شاء الله اللي غيكون ان شاء الله. هي هذه المقابله وحنا نتمنوا الحسم في هذه المقابله، حنا بغينا الحسم في هذه المقابله ان شاء الله، لان الجماهير الغفيره اللي حجت مدينه وجده، الطريق اللي جا في التران اللي جا في الطوموبيل، كاين دراري جايين في المطر، تمشي حدا الملعب البلدي دابا تقدر تفاجئ، تقدر تفاجئ، انا كنت حدا الملعب البلدي دابا تقدر تفاجئ. ونتمناو الخير الفريق ديالنا، نتمنوا ان شاء الله الصعود ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يكون 3 بوان من مدينه قنيطره وديما حلاله حلاله الموت. طلعوا كنقول لهم ترجلوا بالرجوله، ترجلوا معنا، شوف الدراري تيجيو تيموتوا تيجيو واقفين ناعسين باش ما كان، ترجلوا معنا الله يرحم الوالدين. بغينا هذه الفرقه تطلع باش نخسروا عليها حياتنا، باش نخسروا عليها دمنا، وشن خدمتنا تنخليوها، وتنتعبوا مع الناس باش نجيو نتفرجوا في هذه الفرقه، وحشومه هذه الفرقه تبقى في
ماشي ديال ماشي اصلا هذه الفرقه هذه ماشي ديال الهوات حشومه تقول الفرقه بحال قنيطره عندها تاريخ تلعب في الهوات حنا ولينا اهانه هذه قولوا رايي في الهوات المهم 3 بوان ديوا ان شاء الله من هنايا وشوف الخير جاي القدام والسلطات ديال مدينه جوجدة على حسن الاستقبال راه استقبلوا جماهير قنيطريه اللي حضرت بكثافه في مدينه جوجدة بعدد غفيره والحمد لله كنتمنوا الصعود نادي القنيطري في وجده ان شاء الله كنت قلت لهم شحال قلت لهم ان شاء الله تقصينا في وجده وغنحتفلوا ان شاء الله في وجده وهذه راه ماشي واحد الصدفه سبحان الله المدرب ديال نادي القنيطري عبد الرحيم شكيليط سبحان الله ديما كاع الفرق اللي تصعد معاهم ديما في الجوله 29 كيتلعب في وجده شو الصدفه فين كاينه عبد الرحيم شكيليط المدرب ديال نادي القنيطري حاليا كاع الفرق اللي طلعهم للوافد هذوك تلعب الدور 29 يلعبوا في مدينه وجده الله يكون نادي القنيطري في الخير حتى هو على المدرب وعلى هذا اللاعبين هو خصو يكونوا رجال اللي شافوا الجمهور كيفاش حضر بكثافه يديروا بوجه هذا الجمهور يقدموا واحد المباراه تكون قتاليه وان شاء الله نعودوا بانتصار ونفرحوا جميع في مدينه قنيطره ان شاء الله وكنشكروا وما نساوش نشكروا الرئيس الرئيس حلقي مدومو على موفر جميع الظروف المواتيه باش اللعابه هو يبغيش اللعابه باش يشوفوا يكونوا رجال اخويا ويحسوا باي دري جاي هنايا مخلي داره ومخلي قرايته ومخلي خدمته ومخلي بزاف د الحوايج باش يسبورت هذه الفرقه هذه وحنا بنادم اخوك يسولنا تقولنا انا ما راه بنتوما راه كنحشموا نقولوا حنا الهوات وهذه الفرقه هذه راه هادي حاجة راه بزاف راه كبيرة على أي واحد اللي جمعوا عليك للنيا واه يا الصينية دوك اللي ونسوك فين هالجود والرضا وفين حياتي فين حومتي والليلية ديماكاك وديماكاك ديماكاك ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.